انا اللي هطالب ان يتم الكلام في هذا الموضوع ونفتحه عشان افحم اللي قدامي واقول له انت غلطان. هو المفروض كمان يا كابتن ان المهندس فرج عامر هو اللي يطالب بكده، لان هو رئيس لجنه الشباب، هو اللي مش يدافع دفاع المستميت ده، وبيؤدي الى تضارب في كلامه وتغيير كلامه كل شويه. المفروض هو بس هو هيحاسب ازاي؟ هيحاسب الوزير ازاي؟ والوزير في نفس الوقت بيحاسب عشان هو رئيس نادي ازاي؟ ما ده برضه من ضمن السمك لبن التقييم اللي عندنا، ان هو رئيس نادي هيحاسبه ازاي؟ هيحاسبه ازاي؟ والوزير ممكن يحاسبه وهو في وهو رئيس نادي. ممكن يبعت له لجنه من الصبح مثلا، يعني ده ممكن يحاسب هنا وده ممكن يحاسب هنا. هيحاسبه ازاي؟ طيب هي الناس دي، بص يا كابتن هقول لك حاجه بقى، الناس كلها بتقول ليه المهندس فرج عامر بيعمل كده. اولا في صداقه معروفه جدا بين هشام حطب والمهندس فرج عامر في اسكندريه. انتخابات اتحاد النادي سموحه اصلا حصل عليه مشاكل كتير جدا، المهندس فرج عامر كسبها بالتزكيه، كان في اكتر من واحد مقدم تم استبعاده من الانتخابات، رقم واحد. رقم اثنين في تقرير جهاز مركز المحاسبة طلع على نادي سموحة برضو ما حد سمع عنه حاجة. رقم ثلاثة اقول لك نقطة مهمة جدا، نقطة مهمة جدا في التقرير الجهاز المركزي للاتحاد ده، ان في اصلا فلوس اتسحبت حوالي 12 مليون جنيه من حسابه في البنك دون اي مبرر، يعني اتاخدوا كده اتحطوا في خزنة في النادي وتم الصرف منهم. هي نفس المشكلة بتاع نادي الزمالك، يعني هي نفس المشكلة بتاع نادي الزمالك. اتنين سرقه تيار كهربائي، يعني في مخالفه على تيار كهرباء على المحلات اللي في النادي، خدته النادي اللي حاسب عليها. يعني النادي اللي حاسب على الموضوع ده، ده عمرو السعيد اتشال من انتخابات نادي الصيد عشان قطع شجره، ده سرقه تيار كهربي، ده سرقه تيار كهربائي، ده مخالفه للدوله. عمرو السعيد قبليها بايام، فين فلوس التامينات؟ فين فلوس الضرايب؟ ان اللائحه نفسها بتقول ان دي مخالفه، ان دي مخالفه ولازم تتحال. فازاي الراجل ده اصلا التقرير ده ما اتشافش، الوزير ما كلمش عليه، وفرج عامر هيسال الوزير؟ طيب ازاي كان هشام حطب بيقعد مع فرج عامر بيحضروا الانتخابات عشان ينجحوا ناس ويسقطوا ناس، وفرج عامر هيناقش تقرير؟ ازاي ازاي كده؟ في تضارب مصالح هنا، في مشكله، في كارثه في الرياضه. برضه بنفس نفس المنطق، ازاي اصلا ثروت سويلا عضو مجلس النواب هيطالب الوزير ولا هيحاسب الوزير ولا يناقش الوزير وهو مدير تنفيذي في اتحاد الكوره؟ دي كارثه، احنا في مصيبه، احنا في مصيبه. ازاي هيحصل كده؟ ازاي هيحصل كده؟ اشرح لي بقى ريو دي جانيرو. طيب هو كان اول كان عضو واحد هو الدكتور محمد احمد فؤاد هو اللي قدم، واضح ان تصريحات فرج عامر استفزت الناس كلها، بقوا 8 اعضاء دلوقتي قدموا طلب احاطه. كل التحيه والتقدير للناس دي اللي فعلا خايفه على فلوس البلد. تمام. طيب نروح بقى لاهم ما في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، في حاجات كتير جدا في التقرير. اولا التقرير في كل حاجه شملت البعثه دي، سواء التحضير للسفر او ما بعد العوده، ذاكرها التقرير، ذاكر بالتفصيل المخالفات اللي شابت عمليه تذاكر الطيران. تمام. لبس البعثه وبدل السفر وفي ملاحظات تانية. ده الموضوع اللي الدنيا اتقلبت عليه بعد ما احنا نشرناه في البوابه. وحصل معايا حاجات لطيفه ممكن اقولها لك بعد الهوا، يعني انما التقرير هقول لحضرتك بعد الهوا. انما ايه التقرير ده؟ اولا اللجنه الاولمبيه واخده 13 مليون جنيه دعم من الدوله وبعض الجهات علشان تصرفها على اللجنه الاولمبيه على بعثه مصر. كويس. المفروض ده في التمهيد بتاع التقرير. انا خدت فلوس بسوي الفلوس دي واروح اقدم مستندات بيها. انا باخد بالعربي كده يا جماعه، باخد 13 مليون جنيه بقدي عندي فواتير مثلا ب 13 مليون برجع المليون. كويس عظيم. ده كده صح. انا واخد من الوزاره 11 مليون، واخد الباقي من تضامن الاولمبي ومن الانوكا. كويس. المفروض وانا بسوي فاتوره واحده، ده من ضمن الملاحظات في الجهاز. انا سويت بفاتوره مع التضامن ومع الانوكا ومع الوزارة، راحت هنا راحت هنا راحت هنا، ده اسمه ازدواج في مستندات الصرف، وده مخالفه. ده في البدايه خالص. تروح لتذاكر الطيران، من المفروض بقى انا غيرت اللائحه بتاعتي عشان اروح شركه معينه عشان نجامل الناس بقى والكوميشن يبقى يطلع للشركه دي عشان كله يستفيد. المفروض بقى انا كشركه اعمل اعتبار للراجل اللي جاب لي دي ويديني اسعار كويسه. تمام. كويس. اولا تم التعاقد معاه بالامر المباشر، ماشي، حسب اللائحه بتاعتك اللي انت عاملها. مع ان دي اللائحه الجديده، دي بعض المخالفات يعني. مع ان دي اللائحه الجديده اللي اتعملت ما كانتش موجوده قبل كده، بس هنفترض جدلا انها كانت موجوده. اروح اتفق، يعني انا اقعد مع شركه الطيران دي اتفق على التذكره ب 17000 جنيه، وقت ما اجي اتعاقد معاها ب 19250 جنيه.
ايوه بس هو بص بص يا احمد انا انا عشان دايما لازم اكون الطرف الاخر. انت الطرف الاخر. انا دلوقتي تذاكر السفر دي بتبقى مرتبطه بمواعيد الحجز. تمام. يعني انا مثلا لو جيت النهارده حجزت قبلها بشهرين غير ما احجز قبلها بشهر غير ما احجز قبلها بثلاث ايام. انت بتفتح نقط حلوه. فبالتالي انا مثلا لو قلت مثلا للشركه دي انا عايز مثلا البعثه 40 واحد. تمام. 40 في 17 خد الفلوس اهي. جميل. واحجز وخلاص الحجز يبقى موجود معايا قبلها بشهرين. جميل. محدش يقدر يقول لي بقى ايه نزود.